أكد الرئيس السيسي أن مصر تشارك بفعالية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء. وخلال فعالية جلسة تدشين المرحلة الأولى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه جاري العمل على مشروع خط الكهرباء بين مصر واليونان. أن الربط الكهربائي وتجارة الطاقة يلعبان دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة، لذلك تشارك مصر بفعالية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء، كما أنه جاري العمل على مشروع خط الربط الكهربائي بين مصر واليونان، حيث ستكون مصر جسر للطاقة بين أوروبا، بين إفريقيا وأوروبا. ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين قارتي إفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في إفريقيا. وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، خاصة في ظل ما يتمتع وتتمتع به الكثير من الدول الإفريقية بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة. ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا.